بسم الله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدلنجات يوم السبت يوم 27/11/2021 ومعانا المعلم أحمد التوني. صباح الخير يا معلم أحمد. صباح الفل يا معلمي. معاك عرضين نردي معايا شبتين شعار. بسم الله ما شاء الله. نتيات الاثنين نتيات يا أحمد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طب السعر عامل ايه والسوق عامل ايه يا عم احمد النهارده؟ والله السوق تمام بالاماني. والله السوق تمام. طب نحهم ايه دول؟ هولشتايل وبراوي. ايه هولشتايل وبراوي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. هولشتايل وبراوي. بسم الله ما شاء الله يا معلم احمد. طب السعر عامل ايه النهارده يا معلمي؟ والله السوق تمام. حلو أه؟ الاسعار يعني. السوق حلو الاسعار ماشي. بالاماني. يعني الواحده عامله كام ولا الاثنين سعرهم مع بعض الاثنين؟ الاثنين سعرهم مع بعض. مع بعض الاثنين عاملين كام بالامان؟ 26000. 26 يعني الواحده ب 13. 13000. عمر قد ايه؟ عيال سنه ونص. عيال سنه ونص. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني عشروا امتى مثلا؟ شهرين كده. شهرين كده برضو ايه؟ بسم الله ما شاء الله. يعني الواحده عامله 13000 الاثنين ب 26. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. النهارده في سوق الدلنجات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. طب رقم تليفونك يا معلم احمد؟ 03 1 03 1 33 33 73 73 424 424. المعلم احمد التوني. قلت منين يا عم احمد؟ من عزبه عبده. عزبه عبده تبع الدلنجات. تبع الدلنجات. بسم الله ما شاء الله. عجلين بقر يا جماعه، شبتين بقر هم نتايات الاثنين. الواحده ب 13000. الواحده ب 13000 اللي عايز يجني شهرين وتطلق عليهم صح؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. متشكرين يا معلم احمد. ونارك ابيض. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. احنا في سوق الدلنجات النهارده هنجيبوا العماله اللي بتعمل شيء في السوق. صباح الخير يا حجه. صباح الفل. الله يقويك ويعينك لاكل عيشك. ما معكيش حد ولا ايه؟ معايا انا ودوس. الله يقويك ويعينك على اكل عيشك. بسم الله. انت حضرتك من ايه؟ انا من مركز تل بارود تبع العلالي. منين؟ من العلالي تبع مركز تل بارود. من العلالي مركز تل بارود. العلايد. العلايد؟ اللهم صل على النبي. الله يقويك ويعينك لاكل عيشك. بسم الله ما شاء الله. يا جماعة في سوق الدلنجات اللي عايز يشرب شاي واللي عايز أي حاجة. اسم حضرتك؟ أم إيه؟ أم أحمد. أم أحمد. الله يبارك لك يا أم أحمد ويقويك ويعينك على أكل عيشك. اللي عايز يشرب شاي يا جماعة برضو الولية ديت بتكافح لأكل عيشها. الله يقويها ويعينها على أكل العيش. سألها عندك أولاد قد إيه؟ عندك أولاد قد إيه طيب؟ معاك أربعة. معاك أربعة. ربنا يخليهم لي. الله يبارك لي. طب كوباية الشاي بكام طيب؟ بـ3 جنيه. حلو والله ما وحش. الله يقويك ويعينك على اكل عيشك ويقويك على عيالك. معاك اولاد كبيره؟ معايا واحد عنده 20 سنه بس عنده كهرباء. عنده كهرباء. ربنا يشفيك. ومعاك بنات؟ معايا اثنين مخطوبين. مخطوبين. الله يقويك ويعينك. والله الجهاز غالي. الله يقويك ويعينك على اكل عيشك. بسم الله ما شاء الله. ومتشكرين جدا يا اختي واجعل صباعك ابيض. بسم الله ما شاء الله. يا معم احمد عندها افطار برضه هنا. صباح الخير يا عسل. عامله ايه؟ انت بنت ام احمد؟ بنت الطبق فاضي. والله شغاله معاها يعني. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم. فطار برضه اللي عايز يفطر واللي عايز يشرب شاي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عم الحاج. الله يكرمك. والله لا اله الا الله. الله يقوي كل واحد على اكل عيشه. بسم الله ما شاء الله. والله نظافه بعد كده ما فيش والله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. احلى كوبايه شاي واحلى لقمه تاكلوها يا جماعه عند ام احمد. الله يبارك لك يا ام احمد. حد برضه عيالها مخطوبه. ها؟ لله. عيالها مخطوبين برضه. الله يبارك لها. عيالها مخطوبين يا جماعه. الجماعه اللي بيعملوا لله. الله يبارك لها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.